لدى زيارة قداسته إلى كنيسة القلب المقدس أول كنيسة كاثوليكية في مملكة البحرين والخليج العربي، أعرب قداسة البابا فرانسيس باب الفاتيكان عن شكره لجلالة ملك البلاد المعظم وإلى حكومة مملكة البحرين على الضيافة الكريمة والاستقبال المميز. وقال قداسته خلال لقاء بالأساقفة والكهنة والمكرسين والإكليريكيين والعاملين الرعويين في كنيسة القلب المقدس في العاصمة المنامة: إنه ممتن للغاية لكل من أسهم في التحضير لهذه الزيارة، شاكراً الجميع على الأيام التي قضاها في مملكة البحرين. وأضاف قداسته في كلماته التي خاطب بها الحضور من رجال الدين المسيحيين أن التنوع الذي يراه في جنسياتهم يشكل امتداداً للكنيسة الجامعة للكل، كما أنه يعكس صورة من صور التنوع الغني الذي لمسه عن قرب خلال زيارته إلى مملكة البحرين. وتناولت كلمة قداسة بابا الفاتيكان عدداً من المفاهيم والقيم الدينية والإنسانية، داعياً الحضور إلى أن يكونوا رعاة وبنات للوحدة والأخوة الإنسانية، الأمر الذي يعزز من مصداقية مساعي الحوار مع الآخرين. وكان في استقبال قداسة البابا لدى وصوله إلى كنيسة القلب المقدس سعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وعدد من القائمين على الكنيسة. وألقى المطران بول هندر المدبر الرسولي في شمال شبه الجزيرة العربية كلمة رحب فيها بقداسة بابا الفاتيكان في كنيسة القلب المقدس، واستذكر في كلمته تاريخ هذه الكنيسة التي تم تشييدها عام 1939 على أرض وهبت من صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان الخليفة رحمه الله، لتكون أول كنيسة كاثوليكية على شواطئ الخليج العربي. وتحدثت الأخت روز سيلين من راهبات الكرمل المرسلات عن الرسالة التي تقوم بها مع خواتها الراهبات. I would like to say thank you for these days together. With a heart full of gratitude, I bless all of you, especially those who work to prepare for this journey. Since these are my last public words, I thank His Majesty the King and the authorities, especially the Minister of Justice, who is present with us. I thank all of them for their exquisite hospitality. Most Holy Father, welcome to Sacred Heart Church in Manama, Bahrain, where in 1938-39
Sheikh Hamad bin Issa bin Salman Al Khalifa, Emir of Bahrain, welcomed the Catholic community and gave us a place for the construction of the first church on the shores of the Arabian Gulf. I know that I have been blessed to grow up here in the Kingdom of Bahrain, a country where religious tolerance and freedom is a way of life. We began our missionary journey in the Kingdom of Bahrain on 3rd January 2003, following our foundation in Kuwait. Bahrain, known as the Land of Smiles, welcomed us warmly. نقاط جوهرية شدد عليها قداسة البابا فرانسيس باب الفاتيكان خلال زيارة لكنيسة القلب المقدس في المنامة، حيث وجه الرهبان والراهبات إلى ضرورة العمل بالمبادئ المقدسة من تعزيز قيم احترام الآخر والتعايش مع الجميع. قداسة البابا في هذه الكلمة عن ضرورة التزام التنوع في التركيز على الوحدة وفي إيصال رسالة بأن في الإيمان يمكننا أن نحقق هذه الوحدة ويمكننا من خلال المحبة التي لا تعرف الحدود. احنا مدعوين أنه نعيش الفرح كمؤمنين، عيش الوحدة مع بعضنا البعض، ما نتخاصم ما نتقاتل. بختام زيارته شكر كثير البحرين، سمعنا بالكلمة دي. كثير كان مشكور وممنون من حسن الضيافة، كلمته كانت واضحة أنه البحرين هي مثال نموذج بالتعايش وبالوحدة. الالتزام بالمحبة والترابط بين أبناء البشرية وزرع قيم التعايش لدى الأجيال القادمة من أبرز الأمور التي ركز عليها قداسة البابا في كلمته، مستشهدا بما تتمتع به مملكة البحرين من مكانة رفيعة على مستوى العالم في مجال تعزيز قيم التعايش بين مختلف الديانات والطوائف. وهذا الأمر قد لمسه شخصيا خلال لقائه أتباع الديانة المسيحية المقيمة في البحرين. النقاط اللي حكاها اليوم هي الفرح، فإحنا لازم ننقل الفرح والسعادة والراحة للآخرين اللي متعامل معاهم، وخاصة نبث الفرح بكل الأطفال والطلاب اللي متعامل معاهم، بالإضافة إني أكون أشهد للكلمة الحق. قديش مهم نشتغل على شخصية الطفل لحتى يكون مستقل، لحتى يكون قادر يعبر عن نفسه ويعبر عن احتياجاته. كاز كتير البابا الحكي اللي حكى حلو، التنظيم كان رائع، حكى عن المحبة والسلام، وهو هي البحرين أرض المحبة والسلام والعدالة، وكان زيارة رائعة. شكرا لكل اللي استضافونا وشكرا للتنظيم الرائع. هذا اللقاء حمل معاني كثيرة ورسائل متنوعة وجهها قدسته من أرض البحرين إلى العالم، أثنى فيها على كل ما تمنحه مملكة البحرين من حريات واسعة لمختلف الأديان والطوائف. عدد من الرسائل التي وجهها قداسة البابا فرانسيس خلال لقائه بعدد من الرهبان والراهبات في البحرين، حيث شدد على أهمية نشر مبادئ السلام والتعامل بحب مع كافة البشر دون النظر إلى عرق أو لون أو ديانة، كما أكد قداسته على أن مملكة البحرين تتمتع بانفتاح على العالم وتحتضن مختلف الديانات والطوائف وتمنحهم الحرية الكاملة لممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.